الضحية هي البنيته واش البنت عندها 11 عام. أي واحد كيما بغي يكون في دمت الإسلام ومغربي غتبقى فيه بنت عندها 11 عام غادي يفك وغادي يتداخل، حيت هذيك العصا اللي كانت كتاكل ديك البنيته كيف عاودوا ليا ولادي بجوج راه ما يتقبلها حتى شي واحد. راه لو كنت تضرب في جهه اخرى والله ما نتسوق، ولكن نولي في جهه راه الحاله لا يرتاح. انا دابا عايشه، دابا عايشه ماشي ما كنتش عليك، ما كنعش وما كناكلش ومريضه. انا عندي مشكل، ولدي الكبير وقع تعرض مع عند السيد واحد جاري 24 عام وانا معاه، حنا جيران، ما عندنا معاه لا مشكل ولا حتى شي حاجه. ولدي انا جاي للدار تلقى البنيته كيضرب فيها، نسيبهم كيضرب واحد البنيته صغيره. انا ولدي ما كانش ما عايش معايا، ما كيعرفش هذيك البنيته اصلا، شافو كيضربها توقف عليه قال لي عمي مالك مع هاد البنيته واش بنتك؟ قال لي اه بنتي، كذب عليه. ولدي زاد بطوموبيلته جايب مع السكوس كاين هنا شويه في سي الطيبي، جاي داز منيت من حدا دارهم جايب شويه عليه. البنيته تسلتات ليه من يديه جات كتجري حتى لقدام الباب الدار عندي، بقات كتغوت. ولدي الصغير كاين في الكراج كيحسن الكليان ديالو، كانت ديك الساعات العيد الكبير، خرج ولدي طلق البنيته كتغوت كتغوت بحرقه، جات باعه هو ومرتو وبنتو قدام الباب كيضربوا في ديك البنيته. الولد الصغير حتى هو ملي طلقها كتضرب جا، حيت الولد الكبير ما تعرفهاش، الولد الصغير معاه كابر نفسي الطيب يعرف البنيته بنت من. قال ليه مالك مع البنت؟ قال ليه ماشي شغلك، وجمع مع ولدي الصغير بالتصرفيقه. واخا البنت كيفاش كتضربها بحال هكا؟ بالكروشيات، البنت كيدخلها بالكروشيات هكا، والبنت المراه شادها من شعرها البنت الصغيره. ملي ولدي انا الصغير دخل كيحسن الكليان خارج نيت بالحداكشي المطريه ديال الحصانه في يديه، قال ليها مالك مع البنت؟ جمعها معاه بالتصرفيقه. قال لي ماشي شغلك. الولد الكبير جايب الطوموبيل خلى الطوموبيل دي ماريا، الباب محلول. ملي شافو صرفق خوه، ولدي انا الصغير شدو صاحبو اللي كان كيحسن ليهم الكليان اللي كان كيحسن ليهم في الكراج، خرجوا شدو سماعين دخلوه لداخل. انا طلع اللي سمعت الغوت تنطل تلقى الراجل اللي كان كيضرب في البنت هز حجره غيضرب سماعي وسط الكراج. بنتي قالت لي ماما هبطي، هبط ما عرفت باش تبليت، لقيت هذاك الراجل اللي كيضرب البنيته معاه الناس، وولدي الكبير تيهضر معاه. انا مشيت للدري الصغير خفت متعرف الدري الصغير ملي صرفقو ما عرفتش شنو وقع، جرت الولد الصغير دخلته تلمها اللي هي مرتو كنعرفها، ولكن راجلها ما تنعرفوش، الام تنعرفها حيت جارتنا 24 عام حنا جيران، ولكن راجلها ما تنعرفوش، ما عمري ما شفتو. هضرت معاه قلت لها شنو كاين؟ قالت لي ضربوا لي البنت. قلت لها كيفاش ضربوا؟ قلت لها شكون؟ قالت لي بنت فوزيه بنت مول الحمام. انا كنهضر معاها شويه تيبان لي الراجل اللي كان كيضرب في البنت زاد مشاو بثلاثه، مشى هو وداك اللي ضرب ولدي اللحيه كان كيهضر معاه، قال لي راه ضربوا ليه البنت وكذا من هنا كذا من لهيه. شويه تفكت مشاو بجوج بيهم، شويه تكيبانوا لي ثلاثه جايين، ثلاثه بيهم جايين. هذاك اللي كان كيضرب في البنيته هز حجره مبينها، واللي ضرب ليا ولدي عنده الحجره مخبيها تحت منه تحت جنابه. حنا بقى اخوه الصغير بقى بان حنا انا مع السيد اللي كان كيضرب في البنت جايب معاه الحجره ودير تحته حتى جنوي، انا ما شفتش الجنوي، شفتها موت الضحيه هي اللي شافت الجنوي. انا ملي شفتهم جايين ولدي الكبير حدايا بنتي في جنبي عاد بان اللحيه جا غير غادي يهضر معانا، مترو ما بينه وبين انا هو ولدي هز خرج الحجره. ولدي انا اصلا كان داير وجهو، كان وجهو داير كان غيجيبها له الناظر. ولدي مني جا غيضرب ديك التخرشيش ديال الجاكيطه خمج ليه وجهو، هرس ليه وجهه، هرس ليه نيفو. انا ما عرفتش باش تبليت، هذاك ضربوا الوجه الاخر عاودوا بالحجره جاتو في رجليه. الولد الاخر الصغير انا ملي شفت ولدي تضرب غادي بوجهه غادي بدماياته، الدري الصغير مسكين حتى هو جاي، الاخر خوه الصغير هز الحجره ضرب سماعين، سماعين جاتو الحجره. ملي بقيت نقول عندك سماعين، ولدي الصغير تكا جاتو في عنقه، حتى هو عنده شهاده طبيه فيها 25 يوم.
واخا هاد الناس هادو ما كانش عندكم بيناتكم شي حاجه؟ ما عندنا حتى شي حاجه. وانا الحمد لله عمري ما وصلت للمحاكم، عمري ما وصلت للكوميساريات، عمري ما وصلت للبريغاد. عندي ولدي هذا اللي تضرب عنده 30 عام، الصغير عنده 19 عام، بنت عندها 27 عام، عمري ما طحت بحال هذا المشكل هذا. انا بابي عمر شي حد دق عليا وقال لي يا ولادك، من صغرهم حتى لكبرهم يعني مربياهم. واخا شي كي درتو عند دارك يعني وصلتو دابا للمحكمه ملي ما تعتقلش؟ ما تعتقل لا، وصلنا لعند دارك. ملي مشيت ولدي ديتو انا ولدي، لقيت الغلط اللي درت ما هزيتوش بالامبولانس قدام الدار. علاش؟ خفت على ولدي حيت ما نعاودش نولدو. يعني ملي شفت الدم بزاف خفت يكون عنده نزيف داخلي. عتقني الدري ولد جارتي اللي هو شهد معايا عند الدرك الملكي هو اللي هزو بطوموبيلتو وداه انا قلت لهم الدنيا ولدي الكلينيك. خفت على ولدي لا يموت ليا، ديتو الكلينيك ما قبلوش. قال لي لا غير ما قبلوش ليا الدري. قال لي الدري عند ارجو خصو يمشي لسويس سبيسياليتي تاع الراس. هزيت ولدي ديتو ديك الساعات دخلوه، لقاو القرنيات مقيوسين ديال عيني راه عندوش الورقه ديالها، لقاو الدري مهرس يعني العظم اللي عنده في الخدود مشخشق ما عندوش كيفاش الحال ديالو، لقاو الدم داكشي. عطاوني تريتمون ديال الدواء، داروا معاه دار السكانير، صافي عرف بان الدري خاصو عمليه. هضرت معايا الطبيبه البروفيسور الكبير قال لي شوف على لا ولدك خاصو ضروري دير عمليه، عنده هرس خايب في وجهه، غديه دابا يا تحيد داك الدم وداك الشيء يشرب انتيبيوتيك وعاد يرجع لنا باش يدخل يدير العمليه. ملي مشيت لعند الدرك الملكي جبت خديت شهاده طبيه فيها 40 يوم قبل من العمليه، وديتها للدرك الملكي ديك الساعات واعتقلوه. اعتقلوه الاربع والخميس، الاربع والخميس والجمعه تقدم للوكيل. رجعت تمديد، انا ملي رجعت تمديد ما فهمت والو، قدموه السبت. على العلم ان عندكم شهود؟ عندنا شهود مشاو معانا عند كاينين شهود في البريغاد. شحال ديال الشهود؟ الدرك الملكي كاينه موت الضحيه، كاين ولد جارتي اللي هو ابراهيم، وكاينه بنت سميتها هاجر كانت معايا صاحبه بنتي كانت معايا هنا في الدار، عيدت معايا نيت العيد الكبير، عندي تصاورها وعندي كلشي. وما الشهود ما داروش بعين الاعتبار؟ ما داروا بعين الاعتبار حتى بالضحيه اللي مش اللي مضروب، ويعني مضروب ضربات ديال الموت ماشي ضربه سهله، يعني هرسوا من يدي او رجلي يعني ياخذها عادي. واخا بالنسبه لهذا اللي تعدى عليه، واش كاين شي اعتراف منه انه مثلا ناكر؟ هو ناكر واخا ينكر على غا حنا نجيو غنحطوا على هذا السيد الباطل، ولكن هو نكر. قلتي لي دابا حاليا جا كيطلب منكم انكم تسمعوا. جا طلب مني، جا عندي استجاري اللي هو السيد نفس الحي، جا قال لي يا سعيده هما براسهم في البريغاد صيفطوا لي ناس. قلت لهم انا ما نسمحش لي، انا ولدي ما غاديش توزنش لي ولا بالذهب، يعني ولدي انا ما يمكنش لي، انا باغا حق ولدي. انا كون غير تهرس من يديه او تهرس من رجليه ما عنديش مشكل، ولكن الوجه يعني الوجه راه خصكم تشوفوا كيفاش الولد ملي دار العمليه وخرج. واش هادو مجرمين؟ هادي راه ما تحساش ليا. هادو عندهم شي صور حيطانيه؟ هذا خو عنده، راه لو كنت تضرب في جهه اخرى والله ما نتسوق، ولكن هو الوجه راه الحاله لا يرتاح. انا دابا عايشه، دابا عايشه ماشي ما كنتمش عليك، ما كنعش وما كناكلش ومريضه. هزيت ولادي انا حاليا مسيت طيبي، ولكن هزيت ولادي مشيت للقنيطره النهار اللي تضرب ولدي، الغد اللي جمعت حوايجي مشيت للقنيطره. انا ملي قلت انا ملي وصلت للقضاء قلت القضاء ياخذ لي حقي، ولكن ملي وصلنا لعند الوكيل وخرج هو ويا الكتف على الكتف ما تقبلتهاش، جاتني غريبه. اللي كنقولوا حنا بلادنا الحق والقانون. خرج بكفاله؟ خرج بكفاله، بكفاله ب 3000 درهم باش خرج. فهمت؟ انا قريت الدوسي كامل المين في كل جاني، خرجت هي المحاميه ما فهمتش انا علاش هاد السيد غادي يخرج، رغم كاين الشهود كاين شواهد طبيه كاين موت الضحيه البنت الصغيره استنطقها النائب الوكيل كل شيء. شهاده طبيه دخلت عند الوكيل في 40 يوم قبل العمليه، ومن وراء العمليه فيها 35 يوم، هي 75 يوم
في كاين هذه اللي الانسان عنده 75 ويخرج وتتشوفو قدامك كيتسارع مش غير حقره راه لو كان اهل انا قسما بالله غير عاطينكم ما كنتش عندي مسؤوليه انا عندي ثلاثه الوليدات انا اللي مربيه وانا الكبرى وعندي حفيد لو كان كذبش عليك ناخذ حق ولدي بيدي حيت ولدي بقى فيا الكبده ديالي هو الكبير ويد اليمنى ديالي خايفه وانت رضاك انا دابا حاليا ما كنخليش ولادي يخرجوا هو براسهم ما كنقول له ما تساراش كاع هنا ما تجيش كاع وفعلا انا هزيت من هنايا نيت هاد السيده راه عندي مت الضحيه تقول لكم هذه هي مت الضحيه هي البنت واش البنت عندها 11 عام اي واحد كيما بغى يكون في دمت الاسلام ومغربي غتبقى فيه بنت عندها 11 عام غادي يفكوا غير الداخل حيت هذيك العصا اللي كانت كتاكل ديك البنيته كيف عاودوا لي ولادي بجوج راه ما يتقبل حتى شي واحد حكو كتقول لهم تجري طواله عندها عطيت على ولدي 25 مليون وعندي نفود كتقول لك؟ كتقول لهم عندي نفوذ عطيت 25 مليون على ولدي يعني هي كتقولها والجيران قالوها ليا حسيت بالحقره كيفاش انت عندك 25 مليون تعطيها وبقاش فيك ولدي ما تخافش غدا يوم القيامه باش تحسب انت مراه كبيره هي قد امي واللي ضرب ولدي قدي في العمر ولا كبر مني اللحيه متدينه متدين ملتزم اللحيه تال هنا كعرف ما بينه وبين الله الجنه ما غيشوفهاش اصلا عرفت علاش حد ضرب صوره الله ولا ما سمح لي للدنيا لا اخره كنشوف ولدي كيفاش كيشخر وكيفاش كيتنفس تنقول انا شي نهار ولدي غيموت ليا هادي راه محاولة القتل ماشي عادية يعني هادي راه ماشي عادية الاخر اللي غادي نقولها انا حق ولدي وعاش الملك كنطلب من سيدنا واللي غياخد لي حقي شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك